عايزه اقول 9 سنين المهرجان ما فيش سنه الهام بتفوت انها تكون موجوده، لان من اول سنه جينا مهرجان الاقصر حسينا بمسؤوليه تجاه هذا المهرجان، ان ده مهرجاننا وان البلد دي لازم ندعمها بكل قوه، لان كان في اياميها السياحه مش كويسه، وفضلنا ورا المهرجان ورا السياحه بيكوا كلكوا دعمكوا لغايه لما رجعت الدنيا حلوت تاني في الوقت. الحمد لله. شوفي طبعا مهرجانات السينما في اي بلد في العالم هي اعظم دعايه سياحيه، يعني كان الناس كلها تعرفها بمهرجان كان، والا ما كانتش هتبقى يعني بهذه الاهميه. فينيسيا في ايطاليا برضو الناس كلها بتروح على فينيسيا لان دي البلد اللي فيها مهرجان فينيسيا، فبالتاكيد احنا الاقصر كمان مبسوطين ان في مهرجان للقاره الافريقيه كلها، قارتنا اللي احنا بننتمي ليها. انا سعيده بده جدا لانه برضو بيبقى في فرصه كده ان احنا نشوف نوعيه افلام لن تتاح لينا في اي مهرجان اخر، يعني موجوده في مهرجان الاقصر بس انه خاص بالقاره الافريقيه، وبنكتشف الحقيقه مواهب واعمال فنيه رائعه حقيقي من جوه القاره الافريقيه. فانا سعيده بده. والسنه دي فيلمي يوم للستات هيتعرض في قسم خاص بسينما المراه الافريقيه، فانا مبسوطه ان شاء الله يتعرض بكره الساعه 2، وبعدين نروح سوا بقى انا وانت علينا ان شاء الله. انا متشوقه. انت عندك تكريم قبل كده؟ انا عندي تكريم في جامعه انا، ويعني نصحت امبارح ان انا لازم اروح معبد دندره. طبعا امين عامل المجلس الاعلى للاثار مصطفى الوزيري صديقنا العزيز قال لي لو راح انا انصحك لازم تروحي معبد دندره. فانا طبعا مبسوطه جدا لانه قال لي عنه كلام جميل، وانا بهتم جدا بالتراث. المفروض انا يعني نصبوني سفيره للتراث من المركز الثقافي الفرنسي، وانا اصلا من قبل ده وانا عندي اهتمامات كبيره جدا بالتراث وكل ما هو قديم، الاصاله والحضاره، الحضاره المصريه دي شيء عظيم جدا. طبعا يعني حقيقي. وبرضه فرصه ان احنا بالكاميرا نكون معاكي، لان احنا ولا مره رحنا. تعالى يا حسن، بصي حسن وجمال، هتاخدي حسن معاك. انا حاسه ان الناس خطيبي. أيوة. يا جماعه الهام اتخطبت يا جماعه هنا، مبروك علينا. لا والنبي بقى استنى علينا. ايه خد لنا بقى اللايف ده معانا. ايوه حسن. ايوه احلى حاجه. شفتوا خطيبي جميل ازاي؟ كده المايك عشان نفتح لايف كمان مع انت شخص يعني حفيد محمود حميده وحبيب قلبي حسونه، واحنا كل مهرجان احنا بنبقى موجودين مع بعض. يا جماعه انا بعلن لكم خبر خطوبه الهام شاهين على الاستاذ حسن حفيد الفنان العظيم محمود حميده. قصه الحب نشات وترعرعت في الاقصر، وحسن بيجي الاقصر يدور على الهام برغم ان انا وهو اصحاب. بتدورش عليا؟ بتدور على الهام يا حسن؟ مع ان انا اللي شهرتك هنا من ايام اوعى الجمبري عضك. انتوا الاثنين. احنا الاثنين. لا بس انا حاجه تانية، لان انا خطيبتك صح؟ يعني انت هتخطب انا قالوا لي اهو والله لسه قايل لي اول ما جه امبارح قال لهم الهام شاهين موجوده. أيوة. فقلت لهم انا قاعده مستنياه خطيبي حبيبي. حسن ايه الشياكه والاناقه دي؟ بتحب مهرجان الاقصر؟ بتحب تيجي وتتفسح فيه؟ انت كل سنه بتيجي، اشمعنى الاقصر؟ يعني كان عندنا مهرجان تاني ما جتش مع ماما فيه، ليه الاقصر؟ ماما ما تجيبنيش. لا بيبقى عندك دراسه، بيبقى عندك اجازه اليومين دول. لا انا غبت. انت بقى غبت كده عشان تيجي. والبرنيطه بقى الحلوه والبيبيون جميل ده مين اللي جايبه؟ جد ولا ايمان؟ ماما اللي جايبه. برافو يا ايمان. يا يعني ايمان تعالي. عرفتي ان الهام شاهين اتخطبت لابنك وانت بقيتي حماتها؟ يعني انت دلوقتي بقيتي احلى حما يا امي. ميرسي يا روحي. الله يبارك. حمات الهام شاهين. ايوه الموضوع ده احلى عروسه. ايه سونسون حبيبتي؟ سونسون انا يعني انا يعني طول الوقت اشهر في حسن واعمل له فيديوهات لايف، وسجلت معاك جمبري عضك اشهر افيت الف الاقصر، ويجي يدور عليا. بصي ده حقد ولا ايه؟ حقد يعني. لا ايه ده؟ هو الراجل يعني عنده مزاج. مزاج. ايوه لا كده يعني صح؟ انا يعني شايفه حسن ان الاوان انه يمثل. لما يبقى هو خلاص عنده استعداد. انا عندي. ايوه انا عايزه على الهوا. قول اللي انت عايزه على الهوا. عايز تمثل معايا يا حسن؟
هو عايز يمثل معايا. يا جماعه عندنا موهبه جميله جدا، عايزين حد كده بقى زي انور وجدي يكتشف حسن، عايزين حد كده زي حسن صيفي كان بيكتشف الاطفال. مكتشفينه اوريدي، بس لازم يبقى في حاجه مناسبه ويبقى لازم هو يكتب له حاجه مخصوصه. هو اي حاجه الراجل موافق والله يا حسن. في اول ما فيش دور مع جده في المسلسل الجديد؟ لا لا. طب مع إلهام شاهين بقى، أول دور هيكون مع إلهام شاهين، وأنا هاجي بقى أصور لك في الفيلم، بس النضارة والبرنيطة هتاكل منك النهاردة. شياكة 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 يعني خطير. ربنا يحفظه ويخليه، ويا رب كده دايما نشوفه منور المهرجانات. وأنت عارفة غلاوته عندنا. أنا عارفة حبيبتي، وأنت كفاية ذوقك واهتمامك وحلاوتك وشياكتك كمان. بدور عليه كل المهرجانات وزعلت إنه ما جاش المغرب. بس أجمل نجم في مصر محمود حميدة، الفنان الكبير، القيمة الكبيرة. محمود حميدة ده فن وأخلاق وقيمة وثقافة كبيرة، فقيمة عظيمة بجد بنتباهى بيها، يعني من كنوز مصر محمود حميدة. أنا فاكرة أن أول مسلسل كان لمحمود حميدة كان معاكي، وأعتقد أن أول مسلسل هيبقى الحسن برضو. الله صح يا بسمة، بيتصور في بيتنا. آه. كان اسمه ولكنه الحب. أول مسلسل اتذاع يمكن ثالث. لا اسمه. عملنا القطار الأول القطار، وبعدين ولكنه الحب كان تاني واحد. ده بس كنا مع بعض برضو في القطار. بس هو اوريدي قبل كده كان عنده الوسية الوسية كان أول مسلسل. يعني من أوائل الأعمال، لأن أنا فاكرة إن كان متصور في البيت عندنا العمل ده، وكنا كلنا منبهرين بمحمود حميدة إنه هيجي يعمل انقلاب في الفن حقيقي. وهو حصل يعني، هو أنا أعتقد كان أول بطولة كبيرة في ولكنه الحب، وعمل صدى رائع. وبعد كده بقى خطفوه السينما، ما بقيناش لحقين يعني. عايزين حسن بقى يكون أول عمل أو تاني عمل معاك كمان. خلاص يا حسن، اول عمل لازم. اول عمل يا حسن، ماشي. انا بحبك قوي يا حسن، وربنا يخليك لينا، ودايما نسعد بيك ونشوفك دايما في مهرجان الأقصر. مش عايز تقول حاجه لبابا قبل ما نقفل؟ بحبك قوي يا بابا.